زي ما انتوا عارفين احنا في عندنا مصطلح كده اسمه مملكة التلاوة المصرية. مملكة التلاوة المصرية دي فيها مجموعة من الحناجر الذهبية وطريقة التلاوة اللي مفيش زيها في الدنيا. يعني فعلا مش هزار لما تيجي تقعد تسمع تلاوة المصريين للقرآن الكريم بتبقى قاعد بالتأكيد خشوع واستمتاع ومحبة، بتلاقي نفسك بتحلق في السماء. الأجيال الجديدة أنا أنصحهم جدا، يعني الولاد والبنات اللي قد ولادي وما إلى ذلك، إن هم يسمعوا القرآن بأصوات مشايخنا. وهنا لازم تسمع واحد من ملوك هذه المملكة العظيمة، رحمة الله عليه مولانا الشيخ محمود خليل الحصري. فاحنا معانا على التليفون حاجة ياسمين الحصري. ازاي الصحة؟ اهلا بحضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بيك يا بيك. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام. مش معوداني تقولي لي يا بيه، دي بتقولي لي يا يوسف. هو انا مش زي اسمك من الاسماء اللي بتعبد بيها سيدنا يوسف وقصته الجميله، فانت يعني بتذكرنا بالناس اللي لهم تاريخ جميل. الحمد لله يا رب يخليك. ربنا يخليك لينا يا رب ويديلك الصحه وطولة العمر يا رب يا رب يا رب. حاجه ياسمين، دايما بسال سؤال، ايه السر ورا السحر اللي في صوت الشيخ محمود خليل الحصري؟ ايه سر السحر ده؟ الحب لكلام الله، الحب لله، الحب ومعرفة العارف بالقرآن، والعارف بحدود التلاوة، والعارف والخاشع المخلص لرسائل ربنا. فدي كلها بتبقى معاني ربنا بيصطفي بيها صاحب القلب اللي أذنه بأن كتابه وكلامه يسع هذا القلب. فالشيخ الحقيقة يمكن تربى في مناخ كان بيأهله إن هو يعني يحاط بهذه العناية الربانية من وفاء وبره بأمه وبأخواته وبأهله، ومن كفاحه وحبه للعلم وسعيه للعلم، ويعني إخلاصه وبره بكل حاجة، مش بس للبشر، للبشر والحجر، يعني المكان اللي كان سبحان الله بيتعلم تحت منه الشجرة والحجرة والحجر اللي كان بيقعد يسرد عليه كده، لأن طبعا القرى في الوقت ده ما كانش فيه إنارة ولا الكلام ده. فحتى بره بهذه الأماكن، إن يشتري هذه القطعة من الأرض عشان يأسس عليها مسجد، يأسس عليها معهد ديني ابتدائي وإعدادي وثانوي. وسبحان الله يعني سعيه أن يمشي من قريته عشان يوصل للمعهد الأزهري في طنطا ويحصل العلم كده من منابعه، ويوفر المصروف عشان خاطر يرجع لأمه بحاجة تدخل عليها السرور، ويعني واحترامه للعلماء، ويعني تقديره كده لأهل العلم. فدي مكونات كده ربنا اصطفى بيها، عشان كده نلاقي ان الشيخ الحصري ربنا اصطفاه وحبابه حاجات فيها الاولويات. بمعنى ايه؟ يعني اولا طلع الاول في امتحان القراء في سنه 44، وبعدين كان اول من صدع صوته في الحرمين لاول ما دخل، كان حمزه باشا المصري لما دخل مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين، فكان أول واحد يقرأ في مكبرات الصوت في الحرمين المكي والمدني. وبعدين سبحان الله بقى أول حاجة الحقيقة كمان، يعني أولا هو اعتلى مناصب متعددة وكان مخلص في هذه المهمات. يعني غير أنه هو شيخ عموم المقارئ، كان أيضا رئيس لمراجعة المصاحف، ثم بعد كده سبحان الله عضو مجمع البحوث الإسلامية اللي هي هيئة كبار العلماء دلوقتي. ثم سبحان الله بقى كون ان ربنا يصطفي اول جمع صوتي، يعني الصحابه طبعا معروف هم جمعوه كتابه، لكن يبقى اول جمع صوتي في الدنيا بصوت الشيخ الحصري، ده اصطفاء من عند ربنا واختيار لي. وتتفتح اذاعه القران الكريم بصوته منفردا لسنوات، والناس ما كانتش تالف هذه القراءه فحبتها. يعني الناس متعوده على الايه، التجويد، على سبحان الله، مش على الترتيل، على التجويد، على التجويد باصوات طبعا العظماء من يعني من المصريين زي ما حضرتك قلت.
لكن الترتيل ده المصحف المرتل ده كان أول من حقيقة الناس أنست لي كان بصوت الشيخ الخسر لسنوات منفردا بإذاعة القرآن الكريم. وتلاها بعد كده بقى الناس بقت سبحان الله في البلاد العربية الأخرى والإسلامية تأتنس لهذه الطريقة وتبتدي ترتل هكذا. وبعدين يسجل القرآن بقى بروايات المتعددة، يعني حفص وورش وقالون والدوري والمعلم، وتشوف في نقاء في إفريقيا في بلاد الإفريقيا المتعددة وفي آسيا الكتاتيب المنتشرة يحط بس كده صوت الشيخ والأطفال تردد وراه وتحفظ من وراه. ويستفيء أن أول واحد يقرأ أيضا في الكونجرس الأمريكي. أيوة سبحان الله، وده حدث وبعد كده نفتكر مش حدش هيسمح بدخوله. وأيضا لما سألهم سبحان الله وقال لهم الله لما زار في الأمم المتحدة قال طبعا في مسلمين أكيد بيعملوا في هذه الإدارة، فقالوا طبعا. طب إذا بيؤدي الصلاة طبعا، طب فين مكان بقى مصلى ليهم؟ فيعد مكان مصلى ليهم ويبقى أول واحد بيصدع بالأذان في الأمم المتحدة. يطوف العالم سبحان الله عشان يعلم الناس القراءة الصحيحة المنضبطة. يعني حضرتك الانضباط في التلاوة والترتيل المتقن ده واحترام الحروف، حروف القرآن وحقها والإخلاص فيها والخشوع في ترتيلها، ده استفاء برضه من عند ربنا. صحيح. يعني عشان تقول لحد اسمع القرآن، اتعلم القرآن، اسمع الشيخ الحصري. عايز بقى تسمع طبعا بقى بأصوات جميلة ومتعددة عندنا المشايخ اللي سبحان الله القمم اللي بنعتز بيهم طبعا. نأتنس بيهم، لكن عشان تتعلم فعلا الترتيل المنضبط والوقف والابتداء ومخارج الألفاظ الصحيحة السليمة يبقى عندك المرجع المعلم اللي هو الشيخ الحصري. وليه كتب متعددة بس يمكن الناس ما تعرفش ان هو ايضا له في 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 سبحان الله كتاب اسمه رحلاتي في الإسلام، أدب الرحلات الإسلامية. الحقيقة كتاب ممتع وماتع، يعني كان كل دولة يسافر ليها يقرأ عنها الأول ويسجل تاريخها وتاريخ الإسلام دخوله فيها أو تعرفهم على الإسلام، وبعد ما يرجع من عودته يسجل يوثق بقى انطباعه ورأيه في هذه البلاد. فسبحان الله يعني إيه، أدي بعض أو نبذة يعني. وبعدين طبعا في أواخر حياته طبعا هو أسس مسجد ومسجدين يا ربي مسجدين وسبحان الله معهد أزهري وابتدائي وإعدادي، وأوصى بثلث التركة لأعمال الخير، ودي كانت البداية لجمعيتنا إن احنا بعد كده بقى نمشي على إيه على نهجه يعني. طب حاجة ياسمين، يعني لافت جدا للنظر إن مولانا الشيخ الحصري ما كانش بس صوت جميل أو صوت عبقري، هو كان رجل مؤسسي وعنده عبقرية الإدارة والتأسيس. أي الحكاية دي كبرت معاه إزاي ولا تولدت عنده إزاي؟ هو وراثة من أبوه الحقيقة كان راجل محب لله وكان برضه من حملة القرآن، ولما شاف الرؤية اللي الناس كلها تعرفت عليها حتة العنقود العنب اللي هو عبارة عن سلسلة الظهر عبارة عن عنقود العنب ومن كل فج عميق بيأتي عشان يقطف من هذا العنقود ولا ينقص من العنقود حبة، ويتقال الله، وبعدين مؤول الرؤى يقولوا الله هو سلسلة ظهرك ده اللي هو صلبك ابنك، طيب عنقود العنب ما يخلص ده ايه، ويتقال الله ايه على غير كلام الله اللي خيره وفضله وبركته لا تنفذ. يبقى القرآن، يبقى ابني حفظ ابنك وابتدي فعلا. ووصى الام اللي هي امه كانت ست فرح، يعني كان المفروض انا كمان اتسمع اسمها بس طبعا ايه كان مسافر الوالد أيوه. في سفرياته، فالناس ايه عرجت وقالت افراج بدل فرح دي بقى ايه. فالوراثة طبعا لها يعني سبحان الله لها عامل. ثم بقى البيئة الطيبة والأعراف في القرى في الوقت ده كانت الناس كلها طيبة ومحبة لله ومحبة لأهل الله. وبعدين الاصطفاء زي ما قلت لحضرتك، لأن أصل حامل القرآن ده اللي بيعمل بالقرآن ده ربنا إيه سيدنا النبي سماهم إيه أهل الله وخصته. يعني لما قيل من هم قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله، قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. وبعدين زكاهم وقال إيه سبحان الله، يعني
يعني هنقول ايه ان هم اللهم صل على سيدنا محمد يعني افضل الامه او اشراف الامه، اشراف الامه هم محمد بالقران، ولهم الافضليه ايضا ربنا سبحانه وتعالى كون ان هو ينزل القران على قلبهم، ده اصطفاء يعني مش اي حد يقدر يحمل القران، مش يحمل القران انه حافظ، لا يعمل بالقران، يعمل بالقران تمام. العمل، العمل ده مهم جدا، لان دي رسائل ربنا، رسائل يعني شوف لما يبقى عزيز عليك ولا ابنك مسافر ولا كده وكلمك ووصاك بحاجه وبعت لك رساله تبقى حريص على تنفيذها. فالناس لازم تعي ان رسائل ربنا دي مبعوثه عشان خاطر للتطبيق، يعني هم بياخدوها يعني البركه، طبعا القران بركه ونور وشفاء وهدايه ويعني الخير كله، لكن اهم حاجه هو تطبيقه، لان دي رسائل ربنا اللي عايزنا نعمر الارض بمنهج سليم، بمنهج قويم، بخط بطريق مستقيم واضح. فهو كان حريص الحقيقه ان هو يبقى يتخلق بخلق القران حقيقي، يعني سخاءه وتواضعه وحبه للخير وسبحان الله واحترامه للاخرين واحترامه للعلم وحياءه وادبه، يعني الحقيقه كان يتخلق بهذه الخلق اللي كانت بتزكيه حتى في اي عهد، ان هو سبحان الله يعني يبقى له المكانه دي بفضل الله. الحاجه ياسمين سجلت قران كريم بصوتها ولا لا؟ سبحان الله. ونعم بالله. هقول لحضرتك طرفه، انا لما كنت بعمل في مجلس، كانت ساعتها مجلس الامه، ايوه، وبعدين اتسمى مجلس الشعب، وحضرتك أيوة. طبعا يعني انت من الحمد لله من المؤسسين حاليا في هذا المنبر الجميل خالص. فانا الحقيقه لما كانت مدام جهاد استضافت الشهبانو واستضفناها في البهو الفرعوني، فانا افتتحت بالقران، ايوه، فهي الحقيقه كان ساعتها وزير الثقافه يوسف السباعي رحمه الله عليه، فبعت لي فعلا، وكان ساعتها صوت القاهرة، كان طه نصر كان هو رئيس مدير صوت القاهرة، فقال له خلاص تسجل القرآن، كان ساعتها الاسطوانات، ايوه، وكلفني فعلا ان انا ايه اسجل القرآن على الاسطوانات. تخيل بقى الوالد قال لي تعالي هنا بقى انا بعلمك القرآن وبحفظك عشان صوتك مطوعك ويعني البلد ناقصة فوقها، تفضلي حضرتك. دي حامل القرآن دي مسؤولية، يعني مش أي حد كده صوته مطوع ويقرأ القرآن، لا يعني ده حجة ليكي، مش حجة، يعني كثيرين يحج عليهم مش حجة ليهم، لا. فخاف علي الحقيقة والمشروع لم يكتمل، ده كان يعني كمان قبل دخولي بقى في مجال الفن، الكلام ده كان سبحان الله كان في بداية أواخر الستينات كده وأوائل السبعينات. ما نقدرش نعترض على توجيهات الوالد الكريم الشيخ الحصري، بس هل نقدر نفكر بصوت عالي؟ هل هناك ما يمنع أنه الحاجة ياسمين تسجل القرآن الكريم ولو بعض الصور منه أو ما تيسر بصوتها؟ حالياً أنا ست تجاوزت، مش عايزة أقول سن الحقيقة عشان ما تتخضش، ال 35 لا خليها ال 37 ماشي. دلوقتي أنا الحقيقة يعني بحاول إن أنا إيه يعني اعتكافي كده في الجمعية وأعمال الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كده شغلنا عنده واصطفانا كده إن إحنا نبقى خدم لله سبحانه وتعالى في مساعدة الناس وفي عمل الخير والبلدنا الطيبة اللي تستحق مننا كل جهد طيب وكل عافية، فده واخد كل الوقت الحقيقة، وده بحس ان هو يعني ده دوري دلوقتي، يعني خلاص الصوت زي ما انت شايف حتى وانا بتكلم كده تلاقيه رائع يعني. خالص ده رائع. والله حسن ظن من حضرتك. لا لا لا, لا. انا 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 عارف معزتي عندك قد ايه يا حاجة ياسمين، عشان كده هتتقل اولا الست الوالده، الست الوالده بس خليها تدعي لنا كده، والست البركه ده هي بعتلك سلامات ايه يعني، ما فيش يعني من هنا لحد جنوب افريقيا، ربنا خليها لغايه اسيا افريقيا على فكره. حضرتك بتشوف الناس في افريقيا وفي اسيا ايه الجمال ده، وايه انا سمعت القران ده، انا سمعت وبيقروا القراءات بتاعتنا، ايوه، يعني يحط سريط الشيخ كده
وفي الكتاتيب وبالظبط على نهجه وعلى ترتيله كده، وابتدوا فعلا يرددوا ويتعلموا، وتشوفهم في الحج والعمره تستحي كده ازاي ان هم بيمسكوا المصاحف ويقروا، صحيح، وان كانوا ما يعرفوش ينطقوا اللغه العربيه. فاولى بينا باطفالنا بقى بولادنا ان هم فعلا يعني بحرص الاباء والامهات في فتره، صح، ما ونرجو ان هم يعدلوا عن هذا التوجه، ان حفظوهم اللغات بقى، ويا سلام الولد بيتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا لغه اجنبيه، ويعتزوا قوي ان هو يا سلام في البيت والغيب بيتكلم بلغه غير لغته القوميه اللي بنعتز بيها، لغه القران، لغه اهل الجنه. يا ناس يعني لابد ان احنا فعلا نربي ولادنا على القران، يعني سبحان الله هم دول هيصلوا بيه، هم دول سبحان الله يعني بيرفع الله بهذا الكتاب اقوام، وهو ده الشفيع. يعني اذا كان حد بيباهي بماله، المال بيلخبط الدنيا وبيقعد ياخد جهدك، نقص ولا زاد ولا هتحرسه ازاي، لكن القران كل ما خدت منه كل ما اتعلمته كل ما دست هيشفي عليك طبعاً في الدنيا، ويشفي عليك في قبرك، ويشفي عليك يوم القيامه. وحامل القرآن يشفع لسبعين من أهله، وسبحان الله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني كل أكبر الناس ساعتها بتبقى تفر كده إلا حامل القرآن اللي يشفع لأهله والقرآن يشفع له. فنعود تاني مائدة القرآن، ونوصي كده أسرنا الطيبة إن كده تمسك المصحف وتحفظ أطفالها وتحفظ ولادها، ويحبوا اللغة العربية حبا لله وحبا لغة القرآن. بالله أنا عندي أمل إنه حضرتك تنورينا في الاستوديو. اشرف يا فندم. يا فندم ربنا يخليك يا رب، ما تقوليش كده، ده احنا كان لنا لقاء حضرتك يعني كنا في الراديو وكان متحوج يعني جبت لي شمال وغرب طب الحمد لله يعني انفع يا نهار ابيض، اسم الله عليك. الله يخليك يا حاج ياسمين. انا اشرف ربنا يخليك، ربنا يخليك. خلاص كده انا خدت الوعد، وانا هكلم حضرتك ونتفق على الميعاد المناسب بالنسبه لك، وباذن الله يبقى شيء من دواعي سرورنا وفخرنا ونتشرف. والله العظيم الله يعزك ويرفع قدرك ان شاء الله يا رب يخليك، وينفع بيك وينفع بكل مخلص لبلده ولدينه ولوطنه. اللهم امين. بلدنا تستحق مننا كل جهد أوي طيب أوي والله. أوي 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 ربنا يخليك لينا يا رب يا رب. انا شكرا فضلك واهتمامك نحن نتشرف ان شاء الله. الله نحن نتشرف حضرتك. والله بجد تحياتنا ليك يا حاجه ياسمين، ربنا يخلي حضرتك كل الشكر للحاجه ياسمين محمود خليل الحصري. ويعني فعلا والله انتوا لما تيجوا تسمعوا، انا شفت وسمعت بوداني ناس بتقرا القران في افريقيا بمنتهى العزوبه يعني، بس القراءات بتاعتنا يعني بيقروا زي الشيخ الحصري، وبيقروا زي الشيخ الشعشاعي، وبيقروا زي الشيخ رفعت. ببقى فرحان فرحان فرحة غير طبيعية.